هل الميت يعذب ببكاء أهله عليه؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي رواية: بما نيح عليه. وقد أشكل هذا الحديث على كثير من العلماء، وقالوا: كيف يعذب الإنسان بفعل غيره؟ فأجاب بعضهم بأن المراد بذلك الميت الذي أوصى أهله أن ينوحوا عليه ويبكوا عليه، وأجاب آخرون بأن المراد بذلك الميت الذي يعلم من أهله أنهم يفعلون ذلك ولم يوصهم بتركه. والصحيح أنه لا حاجة لهذا التأويل، وأن المراد بالتعذيب تألم الميت في قبره وإن لم يكن عقوبة عليه. ويشهد لهذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر: إنه قطعة من العذاب. ومعلوم أن المسافر لا يعذب عذاب عقوبة، ولكنه عذاب ألم وتعب. فالمعنى أن الميت يتألم ويتعب من بكاء أهله عليه، وهذا في البكاء الذي يتكلفه الإنسان أو يحدث به صوتا ونياحة. وأما البكاء الذي تمليه الطبيعة فإنه لا بد منه في غالب الأحوال، وليس فيه إثم وليس فيه تعذيب للميت، لأن هذا أمر غير متقصد ولا يمكن الانفكاك عنه. وعلى هذا فنقول إن بكاء أهل الميت عليه له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعذب عليه العبد، أن يعذب عليه الميت عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا أوصى أهله بذلك وفعلوه تنفيذا لوصيته. الثاني أن يعذب عذاب تألم وتوجع وليس عذاب عقوبة، وذلك فيما إذا بكوا بكاء خارج عن مقتضى الطبيعة من غير أن يوصيهم به. والثالث بكاء لا يعذب عليه الميت، لا عذاب عقوبة ولا عذاب ألم أي تألم، وهو ما إذا كان البكاء بمقتضى الطبيعة غير متكلف فيه ولا متقصد فيه. نعم، جزاكم الله خيرا.